بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبيب الأسنان زيد علي عبد الله، خريج جامعة الكفيل سنة 2016-2017. بداية انطلاقي بهاي الجامعة كانت عدة جامعات أهلية منافسة الموضوع في بغداد أكثرها. كانت الرؤية أنه أدخل هاي الجامعة لأن عليها رؤية ثانية من ناحية التقدم العلمي، وإضافة إلى ذاك الطابع الديني اللي يحويه. عادة عندما تكون مؤسسة بها طابع ديني يكون ضمان الحقوق بها نوعا جدا ممتاز. فالحمد لله والشكر خطينا الخطوة الأولى، دخلنا لمؤسسة جامعة الكفيل كلية طب الأسنان، فمضينا المراحل الأولى. فتخرجت أني تسلسل ثالث على الدفعة، وحسب قوائم وزارة الصحة العراقية كان تسلسلي السابع على العراق. كانت الرؤية أنه ما أقدم على وزارة الصحة العراقية وتعين بها، وإنما أباشر العمل كمعيد في كلية طب الأسنان، كونها كليتي اللي تخرجت من عندها الكادر التدريسي اللي درسني راح يكون هو أسرتي الثاني. بعد هذا الحمد لله والشكر كملت المعيد. أقل السنة فتحت دراسات عليا على ماجستير جراحة الفم والوجه الفكين. أنا ذاك كان مقعد مفتوح فقط واحد، فمن المحاولة الأولى قدمت على هذا المقعد فطلع اسمي بالاحتياط الأول. مجرد التوسعة فأنا حصلت على هذا المقعد. عادة الجامعات الحكومية أو غيرها الطلبة ينظروا لك أنت خريج جامعة أهلية، فلا بد أن تثار بعض الحزازيات، بعض التنافسية، بعض التنافس. فالحمد لله قدرنا أن نثبت أنه أنا خريج جامعة أهلية، خريج جامعة الكفيل، لكن بسبب الدراسة والمنهج العلمي اللي أخذته بهذه الجامعة قدرت أنه أثبت لباقي الطلبة وباقي التدريسيين وباقي الجامعات أنه خريج هذه الجامعة عنده الرؤية العلمية والأساس العلمي الكافي أن يؤهل يكون طبيب أسنان، لكن مو طبيب أسنان، طبيب أسنان ناجح. والدليل الحمد لله أشكر أجتزنا الماجستير بنجاح ممتاز جدا، إضافة إلى ذلك حصلنا على الامتياز في مناقشة الماجستير. علم البحث مات اللي كنت أنا اشتغلت في زراعة الأسنان النوعية هي لأول مرة في الشرق الأوسط وكذلك في العراق. أثناء البحث أنه حاولنا قدر الإمكان نستند إلى بحوث مشابهة للبحث اللي أنا اشتغلت عليه، فقط ثلاث بحوث عالمية أنا ثالثهم منشور بهذه الطريقة وبهذه الآلية. بقت النجاحات مستمرة متواصلة إلى أن بدينا نشتغل عمليات نوعية بالنجف ممكن طبيب أو طبيبين ينافسوني بيها. كذلك العمليات راح تكون هي فعليا لو تنصنفها طبيا فهي فوق الكبرى، لكن الحمد لله والشكر نشتغل بالبنج الموضعي وعلى سبيل المثال مثلا رفع الجيوب الأنفية أو توسعة عظام الفكين أو ترقيع العظام. عمليات نوعية جيدة ننظر لها مقياس من الطبيب اللي دا يشتغلها، هو طبيب خريج جامعة الكفيل. فالانطباع إن شاء الله ممتاز جدا. أتمنى من الكل أنه فعلا يخلي الثقة كاملة في جامعة الكفيل الكادر التدريسي بالتعاون مع الكادر التدريسي، على يقين أني إن شاء الله نصل إلى المرتبة اللي يحلم بها كل طبيب أسنان. شكرا جزيلا على الاستماع. جامعة الكفيل إبداع وتميز ورصانة.